السؤال اللي بعد كده بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الدين في تأخير صلاة العشاء؟ إذا كان ده تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل منتصف الليل فلا بأس. السادة الشافعية من سننهم اللي هم يأخروا صلاة العشاء حتى يتيقنوا من ذهاب الشفق. يبقى لو كان ده بهذا السياق لكن لو كان بالسياق بقى ان احنا نؤخرها بان هي تخرج عن وقتها خالص الى ان نصليها بعد الفجر، او اخرها لغايه ما بعد منتصف الليل، فلا ما نعملش كده. بعد منتصف الليل نقوم ونصلي الفجر، نصلي العشاء مباشره، لا اتوقف، لا، هذا ممنوع ان انا اؤخر الصلاه بعد منتصف الليل، اقوم للصلاه مباشره. ولذلك ما نعملش الكلام ده إذا كنا هنأخره بعد منتصف الليل، لكن لو أخرناه إلى ما بعد الأذان بنصف ساعة بساعة لا بأس، ما لم ندخل إلى ما لم نصل إلى منتصف الليل. لكن إذا وصلنا لده نوم نصلي مباشرة، أما أن نحن نخرجها عن وقتها فهذا حرام، وقد يصب الإنسان إلى أنه كبيرة، لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. ليه؟ لأن الصلاة، الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا رب اجعلنا دايما من أهل التواضع، ومن أهل حب الناس، ومن أهل الرحمة. اللهم إن نظرت إلى قلوبنا فوجدت فيها مثقال حبة من خردل من الطبقية أو التعالي، فامحو كل ذلك، واملأ قلوبنا بالافتقار إليك، واملأ قلوبنا بالرحمة، واملأ قلوبنا بجبر خواطر عبادك. اللهم اجعلنا ممن يحسنون الخدمة حتى يدخلون على حضرتك من باب الرحمة ومن باب الخير ومن باب الجمال. جملنا بجمالك يا جميل، واجعل قلوبنا هينة لينة رحيمة بكرمك وودك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.